لا وين الزبده؟ ها الخبز والحليب نهار من نهار ما نلقاهمش في الداره. سبح بربي على الصباح، على الاقل اولادك تعلموا كلمه حلوه. ايش نعمل توا؟ شو الحل؟ المحل الوحيد ما ثماش غيره. كانك معامل على امك مضمر. لا انا عبد العزيز خويا. اي اما مش هذه المره الاولى اللي تعطي فيها شيك بدون رصيد، ومش هذه المره الاخرى اللي تسافر فيها لعبد العزيز خوك باش يعطيك فلوس ويخرجك من الورطه. اش حابين نعملوا؟ الزنقة وقفت الهرب. واحنا اش نعملوا؟ نقعدوا كل مره هكا من غسره لغسره، ونهار نهارين جينا عاد المنفذ ودق علينا في الباب. يا ظروف هي لازم ايش حابين نعملوا؟ ظروف انت خلقتها وانت اللي صعبتها. الناس تعيش بشهريه برك والحمد لله لاباس، وانت تضرب شهريتين، شهريتك وشهريه امك اللي بعثها لعبد العزيز خوك، تصرفهم الاثنين في 10 ايام وبعد تروح تتسلف. مشكلتك تصرف اكثر من مدخولك. فات المحاضرة. بربي قبل ما نوفى المحاضرة عندي سؤال اخير ممكن؟ تفضل. لله اذا كان خوك عبد العزيز يرفض وما يعطيكش فلوس وما يغطيش عليك في البالكة، ايش باش تعمله؟ ندخل الحبس. مرحبا على السلامة. عايش ايه
الدنيا غدارة ما فيهاش أمان. تفضل. أشكون قال لك الراجل الطيب اللي ما تخرج من فمه كان الكلمة الطيبة والزينة؟ وكل المرأة اللي في عمر الورود اختفى من الموت في رمشة عين. اللي يزيد يحمم القلب اكلبنا يا نور. إن شاء الله ربي يعاوني باش نقوم بالواجب. إن شاء الله. يزينا من البكاء يا بنت الناس، شهر كامل واحنا نبكي. يزينا برحمة أبوك. قلبي وجعني ماهوش مطوعني باش نقعد هنا في دار الناس. ماهيش دار الناس يا لي، الفيلا هذه ملك أمي. أمي وارثة ثمن من تركة خويا الله يرحم، واحنا جينا لهنا ماناش باش نسكنوا كات في ايدينا، احنا جينا باش نقعدوا على رزق خويا. ما عادش نحب نسمعك تعاود الكلام هذا مرة أخرى. تي موتي نرفزني، ما عادش نعرف اش نقول أنا تو. قصدي جينا باش نتلاوبك البنية اليتيمة اللي ما زالت بحكم وقضاء. شنو أحوالها العروسة؟ والله حالتها الكبيرة أحسن برشا. اليوم هيش عجبتني بالكل دكتور. حالتها اليوم ما تعجبش حتى طرف. لكن ما تنساش يا مدام أني منعت من الموت محقق. كان الضربة جات على راسها راهي مات على البلاصة كي بغاو أمها، لكن من حسن حظها الضربة جات على اليمين بحيث الأضرار الكل حصلوا في الجنب اليمين الكلوى والساق. حكم ربي. لا لاباس. على كل حال عندي التحاليل طلعوا لاباس ولا الحمد لله. حيث النجم نعود لعروستنا عملية على الكلوة. وفاش نستناو دكتور؟ أنا من رأينا بعثوها للخارج تعمل عملية غادي. هذيك اللي بقات لي، هذيك اللي قعدت نشم عليها في ريحة المرحوم ولدي. عزيز كان صاحبي، قف معايا في الفيلا وفي العيادة. كنت ديما نقول له يا عزيز ما تجريش ما تجريش. فكر ليش عايش ولدي؟ صاب مشيت أنا وقعدته. يا أخي ما مشى كان هو، ما مشاتو خيتي في جرتو. قديش كنت نقول له نقص من السرعة يهديك يعيش ولدي. حكم ربي. شهر اليوم ما نرقد كي بالحرامش. على كل حال مدام احنا عندنا ستاف، وإذا كان الحالة متاع نورة تستوجب باش نعملوا عملية هوني فانا نعملوها، وإذا كان يلزم باش تخرج لبرا فما عندنا حتى مانع. من توا نقول لك نبعثوها للخارج، وانا نسافر مع بنت اختي، ان شاء الله نخسر عليها 100 مليون، المهم نورة تعيش. انا في الواقع ما نشوف حتى سبب باش تعمل عملية في الخارج. هذا رايك انت، اما الطبيب نتاعها هو اللي عنده القرار الاخر. انا ما زلت شاد في رايي، على خاطر عندها كل الامكانيات في تونس، انت لواها صفر هذا. قرارك سي محمود، خذه مع بنتك ولا مع ولدك، اما نورة بنت اختي لازمها تسافر وتعمل العملية في الخارج. من فضلك يا لنجاة ما تقاولنيش كلام ما قلتوش. ماني فاهمة سيادتك فين تحب توصل، فاهم علاش ما تحبش نورة تمشي للخارج تعمل عملية. يا لنجاة أنا قصدي واضح، نحب نقول البنية مازال صغيرة والجرحة طري وما تنجمش السفر، وحاجة أخرى عندنا طب باهين وأساتذة كبار. واه يا أخي قل لي أنت باش تدفع حاجة من مكتوبك؟ أنا فاهمة كل شيء. إذا كان سراج لك يتصور روحه الوارث الوحيد كيف تموت نورة، نقول له حط ربي في بالك وصلي على النبي محمد، الدنيا ما هياش مسيبة. شبيك لطاح للدزوش عنيت علي حرب، ماكش لاحظ كونك تتخيل في حاجات ما عندهاش حتى أساس، وانت مرأة متثقفة. المهم أنك فهمتني سي محمود. بربي يا دكتور عندي عندك طلب صغير. تفضل مدام. تساعدني باش نخرج نورة لتعمل العملية في الخارج. عجب، ما عندكش فينا ثقة؟ لا لا بالعكس، أنا خايف على نورة تموت، وخايفة لعمها محمود يوصل الهدف الخبيث نتاعو.
ابن محمود عمنا يحبك اي واحد من اولاده. انا نعرفه مليح، نعرفه مليح. المهم تو تخرج نورا للخارج تعمل عملية. المهم تبرى نورا، نورا أمانة في رقبتنا. أنا خايفة من هالعملية. ما تخافش يا مدام، ما تخافش، العملية تمت بنجاح. جمعة من زمان ونورا بحذاك في الدار. إن شاء الله يا رب. فهموني بربي شنو اللي عملتوه؟ ماكش قاعدة تشوفها، خرجنا نورا من كلينيك، الحمد لله اللي قامت لاباس. يا رسول الله، للدرجة هذه بنت اختي رخيصة عندكم عليها مخرجينها توا؟ انا تفهمت مع الطبيب نتاعها تخرج غدوة لون ونص. يا مدام انا ما خرجتهاش من راسي، خرجتها بترخيص من الطبيب المباشر. يظهر لي لحد هنا والساعة تبان لي معك برشا. ما يسالش نهز بنت اختي تقعد عندي. شو الكلام اللي نسمع فيه؟ يا اخي ناسا اللي انا مماتها نورا بنت ولدي، ماني باش نعطيها لحتى حد. سمعت مماتها كبيرة اش قالت؟ أمها الكبيرة ما تحبش حتى واحد يربيها في بقعتها. ثم شكونك أنت؟ أنا خالتها سي محمود. وأنا عمها وهذيك مماتها الكبيرة. يظهر لي إحنا أقرب منك ليها بالسيف وبالقانون. يظهر لي فهمت اش نحب نقول، ولا نجيب لك أستاذ في القانون يفهمك؟ تفضل سوق. والزمان طويل يا سي محمود. البرنامج الوطني. قولي بنت اختك جرت لها حاجه؟ لا ما جرت لها حتى شيء، اما سي عمها سبقني للكلينيك وهزهم شبيها. ان شاء الله مبروك عليها. عاد والله كي دخلت كنت نظن ان الطفله جرت لها حاجه. تعرف ايش معناتها هذا؟ شنو ايش معناها هذا؟ هو عمها والقانون معاه، وعامل حسابات كبيره، مخطط لكل شيء، شيطان. وانت بلاي قولي علاش ما تقرا كان الخايبه قبل الباهيه؟ على خاطر عزيز رجل اختي ما خلاش شويه، ومحمود فاهم كل شيء. نجم نسالك سؤال وجاوبني بكل صراحه، وقتها نجم نعطيك رايي. انت حاجتك بنت اختك ولا حاجتك برزق رجل اختك؟ أنا حاجتي برزق رجل أختي، شبيني أنا ميتة بالشر. كي تتكلم هكا أنا ما نجمش نحكي معك. زيد على هذا ما يعص الجمرة كان اليد، كان اللي عفس عليها. عسلامة عم جنين. الله يسلمك يا بنيتي. شو حوالك؟ الحمد لله عادي. من وقتاش باب جنين نتاع دار اختي ولا يتسكر؟ من ولينا نسكروه يا بنيتي، هكا الاوامر تقول. اوامر؟ حل الباب خليني ندخل الكرهبه. قال له اوامر باش نهز بنت اختي تقعد عندي. والله يا بنيت عمي انا مش من راسي راهو، ليزاردر عندي هكا تقول، لا نخلي واحد يدخل ولا نحل الباب. ليزاردر؟ اي نعم. من وقتاش دار اختي ولد بلي سي باسي؟ يا بنيت عمي يهديك، عندي اوامر نفذ فيها، ما جبت شيء من راسي راهو. به بارك الله فيك. عايشة اهلا. مرحبا مرحبا. عسلامة للا. شو حبيلك؟ مرحبا بيك. يظهر لي فيك جيت باش تقابلتي. صحيت، جيت باش نقابل السي الشريف المسؤول على الحسابات. مع عباد لا ينام ولا يخليه، وشكون ينام؟ ملي ماتت خيتي وانا الراحه ما نعرفهاش. سي عبد العزيز، هاك الشباب العزيز الغالي الله يرحمه، ضحكتو ديما على وجهه. يا اخي مشاو خلاها واسعه وعريضه، للي لا شقا ولا تعب ولا عرق. تي المهم هذيك الدنيا، خليني تو نقابل السي الشريف ونثبت حق بنت اختي بيدي.
سي شريف ما عادش على حسابات ولا مسؤول على الاشغال في البنايات اللي تقبلوهم. واه مالا شكون اللي ولا مسؤول على الحسابات؟ واحد تعرفه. لحظه نكلمو عليك. الو السيده نجات اخت المروح ما تحب تقابلك. باهي تفضل. تفضل اش حاجتك؟ جيت برشا مرات للدار نتاع اختي، قالوا لي ممنوع الدخول، وقالوا لي زاد اللي انت رافض باش تقابلني عليه. على خاطر انا رافض مبدا الحديث معاك. عليه؟ على خاطر ما ثم حتى موضوع باش نجم نحكي فيه معاك، وانا من طبعي ما نحبش نحكي في موضوع ما يهمش الطرف المقابل. سي محمود الطرف المقابل عنده برشا حكايات هامه يلزم يحكي فيها معاك ويحط النقط على الحروف. والله غريب، فعلا غريب. كيفاش تم مواضيع ما بيناتنا وانا في حياتي ريتك ثلاث مرات؟ بربي قل لي لعلها نسي ولا راح من بالي. ما بيناتنا ثروه المرحوم ومرته اللي تتقدر بمئات الملايين يا سي محمود. اه تقصد في ثروه المرحوم عبد العزيز خويا؟ اي فعلا هي ثروه كبيره قدرتها المحكمه تخلي كل تما يحسب اشباش بظله. لكن نعلمك وانا نوره هي اللي ورثت كل شيء بالطبيعة بعد ما أمي خذت منامها القانوني اللي هو الفيلا. وصياغة أختي وحوايجها وفلوسها والدار اللي مكتوبة باسمها على الشط، شكون أخذها سي محمود؟ نورة كيف كيف؟ ورثتها الوحيدة نورة. ملا أنا نحب نعرف كل مليم ورثته بنت أختي فين مشى بالضبط. آه إي 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 عندك 2000 عقل أنا. أنت تعرف الحق يا رسول الله، أنت ما تعرف كان تغم على الحق. فضلك ما تتهمنيش تهم هذه. المحكمة عينة مراقب مالي راقب في المقاولة وفلوس ورا كل. يظهر لي كل شيء واضح لحد الآن. نزيد أقول لك اللي العبد اللي قدامك هذا عنده توكيل قانوني على بنت خوه. بربي سي محمود سامحني، التوكيل اللي عندك فيه بندي نص اللي خلتها ما يلزمهاش تشوفها؟ ما نجاوبكش. حطها في قلب امرأة سي محمود، ما تحطهاش في قلب راجل كيف كنتي يطول الزمان ونفهمك. اخرج دو فكرك. اخرج. نورا استنست مامتها اكثر من اللي يلزم. مرور الوقت تستنس بينا. حتى في الليل ما ترقدش في فرشها، ما ترقدوني كان في حضن مامتها. والله ردت لي قلبي دم. باهي باهي. نادي لك تفل منعم يجهز القضية معك. منعم. يا وليدي. فاش قام هالقضية الكل؟ يا اخي قداش باش ناكلو؟ ما تخافش يا امي. نصرف من شهريتي. نورا مستانسة بالخيرات السبعة. فيه اللطف. ونورا قداش باش تاكل؟ كي طفلة نهار نهارين ريقتها. يا حزينة يا مريضة. ريت كيفاش؟ أمي تسكت تسكت تخرج كلمة قد قالت الحق. منين هالحق يا حق؟ ربي احنا كي كنا عايشين في دارنا كانت الغلط تدخل لنا مرة في النهارين، وساعات نقعدوا بثلاثة بالأربعة أيام ما نراوهاش، وتوا ولينا ناكلوا بالأربعة والخمسة غلال في النهار الواحد. حاضر لله. تو بطلوا ماكلتها الغلة. كانك على نورة ترى فيها مسكينة ماكلتها ضعيفة، نسيت اش قالت بيبة؟ النهار اللي تعيشوا فايدة،
باش تعيش تابع. كلام الطبيب مجرد تخمين. أنا عندها عام ونصف تلعب وتاكل لبس عليها. أنت تحب تكبرها الحكاية. كان ساعات قلبي تدهور لي دم. ليلها من والديها وليلها من صحتها باش تعيش سقات. سلهجني المقاولة اللي قابلك. قولي تفضل. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. تفضل. خذ راحتك. سامحني تأخرت عليك شوية. مش مشكلة. أنا خصصت لك الصبحية كان على حسابك. أنا حضرت لك البلان مع التغييرات اللي زدتها. تفضل. اي هذا بلاص يتكلم سي هاشم يراه وتفهمنا عاد واتفقنا بحضور المهندس بتاعك. تخافش ما تخافش. انا ما نغو كان لازم وانت ما يساعدكش باش تاخذ فلوس نتاع بنا يتيمه اللي صاحبه المقاولة. بنا يتيمه تبارك الله عليها ولد صبيه. تمنيت عندي ولاد راني خطبتها له. كمان سي عبد العزيز وجا في بقعته سي محمود وقتها قلنا هذاك هاو هاو جا شكون باش يلم على المنمه واللي ثما وترسينا نخرجوا بدينا على روسنا الناس الكل نفركسوا في خدم اخر. كلينا فيه رمضان هاو طلع ثقه ومخلص والامور ماشيه من حسن الى احسن. لا كثره الخدمه وصبيعه زايده لا باس. شو البيب اللي تشرب منه يدعيه بالبركه. هذه الحقيقه مانيش قاعد نجامل في سي محمود. تعرف انا نقول لكم الحق سي محمود مثال النزاهة واليد النظيفة. تفضل ناديت لي؟ تفضل بالله تفضل عطيني سي الشريف. باش نعطيك شيك اللي فيه المبلغ اللي اتفقنا عليه كتسبقة. لا 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 سامحني نحب التسبقة نقد على الاسباس والبقية حطها في الحساب الجاري نتاع المقابلة. لكن هذا مبلغ كبير وانت ما يخفاكش سي محمود. مش مشكلة مش مشكلة. ما تعرف الشيك يبتى برشا ويزمه برشا إزرائيات وحنا غير ما أقول لك. وكيف نعطيك شيك باسمك انت شخصيا؟ اللي تحب اللي ترى صلاح. سلمك يعيش بنتي. الولد هذا ما نعرفش شنية غلبته. شبيه؟ ما تخزر لوشي. وليت كل يوم مرة فيه هنا. تي لازم عنده وقت وتقرأ هنا. وعايشة تحت الرقابة كيفين. بعيد الشر على بنيتي يشدك الكريز. هاي سي أشرف أنا تبعناه وعرفناه فين تسكن. اللي قريته لقيته واللي شفت عرفت أن واحد غني لبسنا عليه والفيلا بتاعهم أكبر دليل على صحتك. لنا نورة باش نسألك يا أخي تعرفوا الولد اللي قلت لك الرفيق كل يوم قدام الليسيم تاعكم وكأنه يستنى فيك أنت بالذات؟ ما تصوروش يجي يستناني انا بالذات خاطر لي سي في 2000 طفل وسي سيغ صدفه. صدفه واش معناها نلقى فيه زيده قدام المكتب الاخر نتاع الرقص. راني ريتو بعيني هذه.
نهار اللي يعرف لي انا مريضه وعايشه بكلوه وحدها وقتها لا عاد يجي ولا يستناني. تهنيت شي تاو عاي لبس عليك ماكش مريضه و مليون واحد في هالدنيا عايشين بكلوه وحده شبيك مقيسه اسم الله. وبعد هذا ودون وعمك قالك انا مستعد باش نهزك حتى لامريكا نداويك. الاستاذه تشكر فيك قالت نوره احسن وحده عندي في القسم تبارك الله عليك تعمل اللي تحب تتعلم في الرقص تلعب في الرياضه تمشي للبيسين كل نهار حد واحمد ربي عايش بنتي. لكن انا مريضه يا مميتي مريضه تعرف معناها مريضه. لطف على بنتي لطف لحي عليها هالهلويس من بالك اي عادي لطف عليها. شكون كيفك اللي بلك يرشنا تحب بنيه كما هذيك تسكن في فيلا كما هذه وين انا وين هي توفيق ثم فرق كبير. معناها توا انت باش تنسحب وتعمل خليفتك على ربي؟ لا مالا كيفاش حتى يا توفيق انا ما نمنش بالحب اللي يبدا قدام باب الليسي ولذا نقول لك سيب عليك وبرمش نشوف غير. صدقني توفيق حبي لها ما بداش قدام باب الليسي. اول مره شفتها كانت صدفه. بربي الكاسيت اللي قلت لك عليها المره الاخرى ما لقيتهاش ملي هزوها ما رجعوهاش. ان شاء الله من هون نهار السبت تبدا حاضره. لا نهار السبت ما نجمش نجي ما نجمش تبعثي لي معناها هي اللي سي بيه حتى قبل نهار السبت ميسج. حاضر عايشك في الفجاج. لاباس؟ ساعد روحك. وصلني الكرب. ساعد روحك شوي. ذكرتني في قصص الحب متاع أيام زمان. عقلي وقلبي يقولوا لي اللي هي تبدل لي نفس الشعور. يا ودي كلمها احكي معاها عبر لها على شعورك. العقليات تبدلت. خايف يا توفيق وزدت خفت كي شفت هالفيلا تاعها. ما تحبش نقول لك على حل. تقول لي يمشي يخطبها يقولوا لي شكونك انت باش تناسب ناس كيف. لا لا تبعث لها جوايب تحكي لها فيها على شخصك بكل صدق وتبين لها اللي انت نيتك صافي ما غير لا تقول لها لا نحبك ولا تخرج على اداب السلوك ولا التعامل الحضاري. زعما يا توفيق انت هوني ما سافرتش؟ مش قلت لي انت ماشي للخدمه هذه في جبه؟ في اخر لحظه تفكرت اليوم عيد ميلاد نوره. مش معقول عمها ما يشاركهاش فرحتها. تفضل. سمعني هذي؟ أي عسلامة. عسلامة تحيرت عليك برشا المرة اللي فاتت. لباس تاني؟ لباس عايش. حقيقة أنا ما جيتش على خاطر الكسل. أبا من علي جيت؟ أنا جيت باش نشوفك. تفضل. أعيشك. كلمت ياسين في الموضوع ولا لا؟ أنا سبق وقلتك على رأيي بكل وضوح. مسألة زواج ياسين هو الوحيد اللي ياخذ القرار فيها.
على خاطر العيلة مانيش مستعد باش نفرض عليه امرأة معينة. أخي أنا قلت لك افرض عليها، أنا حسبتك حكيت معاه هكا هو. على خاطر أنا كي جيت نحكي معاه لقيته هكا اللي في باله، وقال لي نورة نحبها ومالها إلا بنت خالي. قولوا إذا كان خلاك مولى العرس. مولى العرس مولى العرس ما زالت له نهيرة ضيوف التوكيل متاعه، على خاطر نورة قريب تبلغ 20 سنة، وإن شاء الله العام الجديد مبروك عليه. أنا ما نقصدش كونه محمود يرفض مطلب الزواج ياسين بنت خوه. مالاش تقصد؟ مش نقصد يسبقنا هو وياخذها الولد ومنعم. فهمت يلا؟ نورة يا اخي ما تقوليش شبيك اسم الله العظيم داخله بعضك مهمشه تركز في حاجه. انا الحق فديت 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 من هالعيشه ومن هالسؤالات اللي عندها لسيس لراس. هاكا كل ما نسالك تجاوبني هكا، عذبتني بالكلام هذا. اقصد ربي مميت. أنا مانيش مامتك، أنا منعم مهتمة ياسر بدروسك. تقولش عليهم هالكرارس والكتب هما اللي باش يضمنوا لك مستقبلك، بينما أنت كل شيء متوفر بين يديك. مبروك عليك المشروع جديد. شنية بابا عرض عليك الاقتراحة؟ اقتراح متاع عايش. أنا بصراحة رغم اللي عايش معاك كيف خوك، بابا حط لي في مخي اللي مسألة ارتباطنا أمر محتوم. تعرف مليح اللي أنا ما نفكرش في العرس تاعو. من علاش بارك لي؟ على الكهرباء الجديدة؟ الكهرباء الجديدة باركتك عليها الجمعة اللي فاتت. لازم تقصد المطعم السياحي اللي بديت نأثث فيه. تي هذا كان يظهر حتى شيء قدام المشروع الكبير اللي بابا قاعد يخمم فيه، واللي مازال توا تحت الدرس. على كل نتمنى لك كل خير. رجعنا للقراية. البكالوريا قربت وانا عدت اكثر العام رضا، وماذا بيا ننجح. كنت تسمع تسكر الباب وراك. شنو رجع الكريز نتاع العاده؟ امي مماتي. شبيك 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 بليك شبيك محصنه مضمنه شبيك نجيب لك الباب باش ما صوتش اليوم. انتوا ايش ربطوا بارتين اليوم؟ من اللي على بنتي ميرا منعم. يا منعم ايش يا عمي؟ انت مش راها هكايا ربي نجم نستنيه. هزوني ليه عسامة. عسامة بابا وحدو ليه؟ عنده تليفون. مهمش مزروب شوية شوفوني. عشقوا ما تخلوش في مشاكل معاه. قل له منعم مزروب شوية حاشي بيه. سي محمود منعم. اهلا بيك. مرحبا. احسن حاجه عملتها كيف جيتني البيو. خلينا نحكي مع بعضنا في المشروع بتاعك. ليه يا بابا ما جيتش نحكي على المشروع؟ ما جيتش نقول لك اللي نوره تعبه شويه وحالتها ما تعجبش. ما يظن فيك تحبها اكثر من اللازم. الشيء اللي خليك تخاف عليها الخوف هذا كله. نورا مريضها برشا وهزيناها للطبيب، والطبيب قال يلزمها تمشي للكلينيك ويلزمها علاج مركز. كي قال طبيب ولا ما قالش؟ الحكاية هي هي هي. لو كان ماتت راهي ماتت في الحادث اللي وقع عنده 17 سنة. فهمتني يا بابا؟ نورا خليتها في حالة غيبوبة في الكلينيك، هذاك علاش حبيت نجي نعلمك. لا الحكاية جد في جد. اسمع باش نمشي للكلينيك تو في ساعة نجي. صدقني ملي ريتك البنية نورة في الحالة هذيك سقيت حشو.
هذاك علاش شفتك معايا للبيو. مش نجم نحكي معاك بكل صراحة. عليها المسألة مخطرة لدرجة. أنت تعرف اللي هي تعيش بكلوة واحدة. أيه. ملي وقعك الحادث اللي مشات فيه أمها وأبوها الله يرحمها. توا احنا قدام مشكلة كبيرة. الكلوة هذه توقفت تماما على الحركة. نعم. خطورة المشكلة تتمثل في اللي ما نجموش نعالجوها بالدواء. إيه ولا كيفاش نعملوا؟ قدمنا حل واحد. عملية زرع كلوة صحيحة. ما كانش نورة تموت فهي ماتت. يا ربي مع بنيتي. وشنو الحل يا بابا؟ الحل معروف. واحد يتبرع بكلته تتحل علينا المشكلة. أنا نمشي توا نعطيها كلوتي. سهل مال هكاك تمشي تعطي كلو. يا امي تيتي بيدك مريضه بكلاويك يا اخي. اللي يتبرع يتبرع بحاجه مريضه هو. امك ما تحبش تفهم. نكون واحدين في واحد ونولي واحدين في اثنين. وكيما يقول فقد الشيء لا يعطي. ايش نعملوا توا؟ نخليو الطفله تموت؟ لا ما نخليوهاش. اما نتكلموا بالمعقول. توا انت مريضه وانا مريض بالسكر. والله والله الكريم والله الكريم اول واحد يتبرع بكلمته هو انا. لكن يا ناس مريض. انا مريض يا رسول الله مريض بالسكر. لوجو على انسان كريم يتبرع بكلته وهكاك تتحل المشكله. انا اللي نعطيها عمري بكله. توما صار انا شبعت بياماتي. انا اللي نمشي وانا اللي نشق وانا نعطيها كلويه للذين اذا كان لازم. يهمش كلمه المهم تعيش بنت ولدي نورة. هاني بنيتي جيتكم كما قلتوا لي صايم على ريقي. حتى انا هذيك هي الكسيبه اللي بقات لي. نشم عليها في ريحه المرحوم ولدي. مشي على صغر سنه بنيتي. ربي كثر من امثالك يا حاجه. هيا تفضل امشي معايا للطبيبه تحب تشوفك. الله يبارك. مش نقول لك يا حاجة. إن شاء الله خير بنيتي. حسبنا حسبة طلعت غلطة. مش كتب لك مش تأدي الواجب الإنسان. واه أنت ماكم جبتوني البارح وحللتوني وصورتوني وقلتوني جينا صايمة. الدم تاعك مش من نفس الجروب. شنو الحل عايش بنتي؟ الدنيا مازال فيها الخير يا حاجة. وإذا أنت ما كتبلكش باش تبرع بكلوتك تو نشوفوا حد من العيلة متاعها. من العيلة. أما عيلة يا بنيتي. أما عيلة. نورة بنتي ما هي عزيزة على حتى حد. ما نظنش. سي محمود قال لي بالحرف الواحد اللي مستعد يعطيها حياته. الحب شو عملوا اللي عملوا يا أخرى يا خالتي. أنا خايفة. لطف عليك يا بنيتي لطف عليك. معك ربي يا بنيتي. معك ربي يحضر لك سيدي محفوظ يا بنيتي. هذا الكل من عمك. سيبك ومهملك ومسلم فيك بقى ما يجعلكش اللي يجرى لك شخصا يسدي. توقف الكلام هذا. احنا جينا نطلع الطفل ولا نعملوا في عركة؟ صليوا عن بي يا جماعة. انا عارفة اللي كلمتي مريضة والعمل ايه لازم. شفت يا الله شفت ما يتقالش كلام كي من هذا قدام طفلة مريضة. اذا كانت تحبها نورة ورينا انسانيتك تبرعلها بكلوة من كلاويك. اما الكلام الفارغ ما نحبوش. سمعنا منه برشا. انا ما قلتش العيب يلا. انا قلت كان الحقيقه ونورا نعطيها كلوتي. اما انت تعرف انا مرا مريضه ما نعطيهاش كلوه مريضه. مانيش مقبوله. توفهم كل شيء. عجبك كلامك الجرنب وما ماتها عليها الساعه كلامها معقول. واللي يحب نورا عليه كان يبرهن على محبته بالملموس كما يقولوها. شبيني انا ما نحبهاش نورا؟ اش معناه؟ ما تعرفنيش اللي انا مريضه ولا هكاك لا طحله دزوه نقوم نعمل عمليه ونعطيها كلوه مريضه؟ قول القاي ولدك اللي انت تحب تاخذها له وشو اقرب الناس لها؟ ما قلناش لا. اما علاش مش ولد عمها؟ مش هو اللي اقرب؟ مش هو اللي يتمتع في خيرها هو وامه واخته؟ اما اقرب هو ولا ياسين ولدي؟ يزي من التنرفيز ويزي من الوش. يا عشر سيب عليك ودع حبيبك وانسى هواه.
كيفاش ننساه توفيق بعد ما كلمتني وكلمتها؟ بعد ما قالت لي لعمرها ما حست بالحب ولا فكرت فيه الا شنو؟ الا كي شافت. قالت الا وسكتت. لكن انا متاكد اللي هي تحبني. فما حاجه ما نعرفهاش يا توفيق، والا شنو الشيء اللي خلاها تسكت وما تكملش كلامها؟ توا هي اربع ايام ما جاتش لليسي، وانت اربع ايام عمال النار تزيد تشعل. اربع ايام مانيش لاقي لها اثر لا في الليسي ولا في الفيديو كله. تكونش جاها مكتوبه وعرست بنيات كيما نوره يتخطفوا خطفين. انا المهبول كي نحكي لك. توا انت ماك تحبها بالجد، قدامك حلي، يا تسيب عليك يا تمشي تخطب. غياب هذا وراه سر انا ما نعرفوش. يا خويا ماك تعرف دار برا، امشي دق الباب واسمع الجواب. خاب البوها شكون من الفامية؟ انا جيت يتكلم. اش بيك مربوط؟ جيت نسال على نوره. نعم نسال على نوره. شكونك انت تعرفها؟ ما عارفه سطحية، لكن شنو هي؟ ممكن نعرف شكون سيادتك قبل؟ في داري ما تعرفش انا شكون. سيد الوالد؟ لا سيدي عمها، ولي امرها. نتشرف. اشرف عبد الله. ما يهمنيش فيك انت شكون، شنو علاقتك بنوره بنت خويا؟ سمحني نقول لك راك غلط كي تكلمني بالطريقه هذه. انا قصدي شريف، وعلاقتي بنوره علاقه نظيفه وشريفه. اي شريفه اي، وانت اسمك اشرف كيف كيف. يظهر لي فيك جيت باش تخطب. الزواج مكتوب يا سيدي. نعرفك انك جيت مؤخر شويه، وشوف واحده على قياسك خير. جيلاني. انا عم يا سي محمود. أنا مش قلت لك ما تخليش باب الجنينة محلول؟ حاضر سي محمود، حاضر سي محمود. الله يبارك. علاش تكذب علي وتقول لي أنا واحد من العائلة جاي نطل عليهم؟ مش تلعب لي بخبزتي هكا؟ مش عملت لك؟ ما كنتش نحسايبها يتيم. مهم؟ على شكون تحكي؟ تعمل مزي وسلم لي على النورة. قول لها اشرف جد. نوره ربي يلطف برا. شبيه ما ولا باس. مسكينه عندها جمعه في الكلينيك، ربي يشفيها ان شاء الله. عملت حدث؟ كلمني. اش باش نقول لك؟ ربي يشفيها. هذاك هو زمان نلقى شكون يعطيها كلوتو بالفلوس. يا سعاد بربي ما تبيش تهز وتصبت. الحاجات هذه تتعطى تتحدى، ما تتشراش على خاطر ما تقدرش بحتى ثمن. شنو نعملو؟ نخليو الطفلة تموت؟ في العمر بيد الله، عندك حل؟ هدي تفضل. واحد من ولادي يعطيها كلوتو. باهي هاهم ولادك قدام، تفضل. أنا عندي امتحانات. وأنا مازلت كي بديت المشروع متاعي، كان مش المشروع نعطيها أنا الكلوة. الموضوع هذا نساوه، على خاطر مازلت قدامنا برشا حلول أخرى. واللي عمره في الستين ما يموتش في العشرين. إذا ما تبرعوش النورة اللي عشنا في خيرها، نورة اللي محسوب وحدة منا، معناها حكمنا عليها بالموت. معناها خليناها تموت وإحنا نتفرجوا. بابا قال فما برشا حلول أخرى وانتهى الأمر. صباح الخير. السلام. الله يعينك. قولي يطلبني حد؟ إيه طلبك سي الشريف والطبيب من الكلينيك. ما لاباس؟ قالوا نورا في حالة تعبة شوي. على كل طلبي البنك ومن بعد طلبي المساحة. حاضر. تفضل زوز زوز. السلامة نورة. Thank you.
سبحان الله، تعرف اسمها تفكرني بارشة بنورة. اش خصني واش خص سعدي لو كان جيت نشبه البنت خوك وعمي سي محمود بن عثمان وما أدراك. راهو عندي كرهبة طولها من هوني الغادي. عاد هذا اللي بيك، الكرهبة ماهيش بعيدها. ما عندي خدمة بسيطة نحبك تقدمها لي. غالي وطلب رخيصة، أنا من اليوم سي محمود على ذمتك. مليح يبدا، ثلاثة شهور ماهمش برشا. شوف اطلب لي المساحة، نسيت مشاكل المقاولة نسيتني فكرة بنية المريضة. ألو، لحظة ما تعلقش. ألو؟ أي مبلغ عليه؟ هو في الحقيقة ما باعش، هو تبرع من تلقاء نفسه. الحمد لله عليك، كيف قمت لاباس؟ احنا يلزمنا نعملوا سهرية قمقومة في الدار ونفرحوا بنورة اللي قامت لنا لاباس من العملية المخترة هذه. إن شاء الله إن شاء الله يا ولادي. كثر خيرك. هذا النهار مبروك. مماتي ليه شوين؟ ليه شويني على بنيتي؟ اه نعم، وقت باش نخرج من هنا. الطبيب قال لبابا تنجموا تخرجوها اليوم، وهوكا خليته في الإدارة باش يخلص الفاكتور. قال لي مماتي شنو حوالك الطفل اللي تبرع لي بكلوته؟ هذاك توا بركة كنت بحذاه أنا وبابا وشكرناه برشا، ومن الجملة بابا قال له قداش تحب نعطيك مقابلة تعابك. التضحية نتاعو تسميها تعابة؟ شنو؟ تخيلوا عطاه كلوته بلاش هكاكا لله؟ يوجبك. قال لي برق له الورقه ولا شنو اللي صححت عليها عند الطبيب. انت تعرف تعابي قداش؟ حتى ولو ياخو مالي الكل، عمري ما نجم نكفيه على الشيء اللي عملوا معايا. تفضل ادخل.
سلامتك ولادي. نورة هاولد لصل اللي ضحى بحياته على خاطرك. أشرف أنت شنو حوالك توا يا نورة؟ أنت اللي ضحيت على خاطري؟ لقيت روحي نجم نمشي، قلت لازم نجي نتمنى عليك. على خاطري أنا؟ كان قدامي هدف واحد، هو أنك تعيش وترجع تقرأ ونرجع نشوف. يا سيد حتى لهنا مهمتك وفات، تفضل خذ أجازتك ومرسي من فوق. ناخذ شو لازمني؟ عيب ما عادش تعاود لي. أنت كبير يا أشرف. أنا فاهم البرنامج اللي في مخك، أنت إنسان وصل بيه الطمع باش يلعب بحياته. من فضلك مرا حتى لهنا ويزي. السيد عامل لي فيها بطل ورد لي روحه ملايكة. تفضل سامحنا وتنخلصوك في حق الكلوة. يا وليدي شنو الكلام اللي قاعد تقول فيه؟ يا أخي هذا كفوه الراجل اللي ضحى بحياته على خاطر نورة بنت عمك؟ شوف خويا، العمل الإنساني اللي عملته هذا قمت بيت وجاء شخص احترمته وحبيته من غير خوف ولا طمع. أنا ما نسمح لكش باش تعبر على عواطفك. نورة آخر واحد تخمم ترتبط بيه وحضرة جنابك، وبالمناسبة زاد نحب نعلمك اللي أنا ولد عمها وخطيبها. ولد عمي أوكي، لكن خطيبي ليه وليه وليه؟ آه قل لي هكا عادة باش نفهم. وانت يا ولدي شبيك خرجت من سنتك ودخلت في سنة أخرى وسمعت الرجل كلام ما يتقالش؟ على خاطر وطماع وانت هزي. المصيبة كون الطماعين اللي في الدنيا برشا مش واحد بارك. أنا توا ماشي للإدارة بتاع المصحة ونقول لهم إذا كان السيد هذا زاد ساعة بركة ما عادش تعرفوا له بالمصاريف نتاعه. واه يا بنيتي اش قاعدة تعمل؟ يا غلبتي وين ماشية؟ جوحك راهو مازال طري عايش بنتي. حبي غرستك في مخك اللي انا ضحيت بحياتي على خاطر فلوسك. بالعكس يا نور، انا ضحيت على خاطر حبيتك. اشرف انا عاجز على التعبير، على خاطر مهما تكلمت ومهما قلت ما نجمش نوصف لك مشاعر. اوكي هو يحبك، على السيئة ما قامش بالواجب معاك. خسارة حياتي ماهيش ثمينة عند برشا عباد. باش تعرفوا اللي السيد يرمي البعيد وطماع ويحب يبلع نورة كل حربوشة، اتنازل على كلوته بلاش بدون مقابل مجانا. اوه ليلي مازال الخير في الدنيا. واه عاد نورة لقات الخير في البراني. وانا يستحيل نخليه يوصل النور. ها ويني نورة؟ عاد كانك خياط تبع الغرزة، واذا اشرف ذهب بعمره على خاطرها انت يكون حر وافهم. بالحق كنت بحذاها نفهم هذا اللي فما تجاوب بيناتكم. فسرها كما تحب. معناتها فما حب قديم واحنا راقدين على وذنينا. اي ما تخرين ونغلق العشرين سنة ونولي مسؤولة على روحي. سمعتوها ما سمعتوهاش قاعدة تقول؟ اوه يا وليدي وجه مرجتني تسيب الطفلة نفسها يا ديني. هو يا غلبة تي ملك الموت تعطي راحة. أشرف يا مرحبا. عم شاب لي تكسب تي ماني نقيت نخدم شاوش. أنت محمود تعرف يا أشرف هالأيام ما ثم حديث كان عليك أنت عليانا؟ إيه نعم يحكيوا عن اللي أنت تبرعت بكلوتي. وربي بمجرد ما سموا لي اسمك قلت لهم هذا كولد حومتي وجاري وبوه الله يعلمه كان كيف خويا. لا الحق حتى سي محمود يشكر فيك. يا ذا رفيق جاي تحب تقابل مشكا يا سيدي. هيا تفضل. مرحبا
سي أشرف صاحب القلب الكبير اللي تبرع بكلمة النورة. يا خبي خالتي محمود تفضل اقعد. هميني علي عايش بنتي، راه ولد حومتي. تهنى يا عم الشبلي. شكرا. جبت قبل سي محمود؟ في بالي هكا. شكون نقول له؟ أشرف. أي أشرف شكون؟ قل له أشرف وهو يعرف. صباح الخير سي محمود. تفضل اقعد. اش عندك؟ انا من مده ننتظر في زياره منك. انا في الواقع حبيت نجيك للدار، لكن فضلت اللي نجيك للبيرو. مش نحكي معك في موضوع خاص، لانه القرار بيدك انت. تفضل. واللي زاد شجعني على مقابلتك نورة، اللي أدت له أنك في مقام بوها وتعطف عليها كما تعطف على بنتك. ليش تحب تتكلم سيدي أشرف؟ تفضل كلمني من غير مقدمات، خاصة أنت عندك فضل على بنت خويا. أنا شيت بخاطب في نورة. نورة هي اللي قالت لك برمش العامية؟ حتى أنا كنت متوقعها. عملت لنا سياسة خطوة خطوة وظهرت لنا بالنبل والتضحية والناس كل سمعت، لكن أنا الوحيد اللي ما صدقتش، على خاطر بعمري ما نتصور أن واحد يهدي قطعة ثمينة من بدنه من غير ما عنده هدف في مخه. على خاطر الدنيا هذه خذوهات، ما ثمش قطوس يستدر ربي. لكن ثم برشا ناس في الدنيا هذه يمنوا بالأهداف النبيلة ويعملوا الخير من أجل الخير. تفضل. هذا عنده شرف القجر يستنى فيك، حق الكلوة اللي يعطيتها. قل لك إذا كان تامع في الثروة برا صلح معلوماتك. هذا شغل الفخر. أنا مازلت ما جاوبتكش جواب الخرين والمقنع، على خاطر إذا كان باش نجاوبك بصراحة مجرحك وأنت عامل علينا مزية. يظهر لي فهمت شنو نقصد. برا أمشي شوف بنية من طينتك خير أحسن لك. الفترة اللي عديتها في المساحة ما عطتكش على دروسك؟ صحابي جاوني للكلينيك وعطاوني الدروس اللي فاتوني الكل. شوف نحب نكلمك، نحب نحثك حديث بول بنته. أنا عمك وبوك ولي أمرك، مصلحتك تهمني برشا. ما زلت عمي وبابا ولي أمري، رغم اللي التوكيل اللي عملته لك المحكمة وفاة عنده نص شهر. هذاك علاش حبيت نكلمك؟ على خاطر خالتك تبث في أقاويل دعايات مغرضة، حبيتك تحاسبني باش تقف على الحقائق تجلها. تعرف مليح لي أنا عمري ما نحاسبك على حاجة فاتت،
وعمري ما طالبك بشيء وفي ومشي. خالتك بصراحة تحب تفرق ما بيناتنا، تحب تقربك ليها وتاخذك الياسين ولدها. خليها تحب على روحها. الناس الكل طمعين في ثروتك، أبداها من هاك الوليد اللي يعطاك كلوته. في بالي بيه جاك للبيرو ونكلمك عليها وانت بتبيع رفضت. أنا مانيش نادم على موقفي هذاك، على خاطر السيد حاجته بثروتك مش حاجته بك انت. لا يا عم، السيد اللي تحكي عليه عمل معايا اللي ما عملوش أقرب الناس لي، وانت تعرف هذا مليح. شوف أنا عملت المقدمات هذه كل باش نقولك اللي منعم ولدي أولى من الناس الكل باش يتزوجك. حكيت مع منعم في الموضوع هذا، قلت له على رأيي بصراحة قبل شهرين. لا وقت أنت مريضة ماكش في وعيك. هاني توا لاباس علي، نزيد نقولك مرة أخرى اللي منعم ما عاش طول عمره كي خويا يقعد خويا لآخر لحظة في عمري. إذا أنت متعلقة بشخص آخر. سي أشرف اللي مازال يتعرضك قدام المعهد، ها؟ السيد هذاك ما عنده لا دار لا حانوت، عنده كان شهريته ياكل بيها ويلبس بيها ويعيش بيها. الفلوس والثروة ما نفعونيش نهار تلقيت روحي وجهني وجه مع الموت. شوف أنا ننبه عليك وننصحك في آن واحد، من مصلحتك ومصلحة العائلة أنك تتزوج مرعم ولدي، وهذا أعتبره أمر. الوقت اللي نعيشه فيه ما فما حتى امرأة تعرس بالسيف عليه. طيب أعمل اللي يظهر لك ونعمل اللي يظهر لي. يا ناس ماكم أخذيتوا اللي حبيتوا، ماكم اتصرفتوا فيما البابا كما حبيتوا وعملتوا المشاريع وانا نكذب والناس اش مازال عندي ما خذيتوهش. خلوني نحس بعوريتي بعد 17 سنة كبت ورقابة وحرمان، سيبوني نعيش حرة بعيدة على الكابوس اللي عايشة فيه. تفضل. نعم سي محمود. ما تخليش حتى واحد يدخل مهما كانت صفته. حاضر. فكر الكلام اللي قلته لك تو مدة. حاضر يا سي، ما نخلي حتى حد يدخل عليك مهما كان سيفه. عندك ألف حق. وعدتك وعد. قلت لك بعد 3 شهور نحقق لك. نتفكر مليح ونتفكر زيدا اللي قلت لي مقابل خدمة باش نقدمها لك وبسيطة. أما 3 شهور تعدت. المليح يبطأ. على كل توكل شيء في يدي والأمور ولات واضحة، ولذا لله حذر روحك باش تقوم بالمهمة. إن شاء الله ما تكونش مهمة صعيبة برشا. أنا معك وتخاف. المهمة تجينيش في اللبسة هذه. تخيل روحك ما زلت تلميذة. شنو؟ باش ترجعني 5 سنين للتالي؟ مش مشكل. أما النجم نعرف علاش؟ لا، من شروط الخطة أنك ما تفهم حتى شيء. إيه؟ نورا عايش بنتي، عمك راه ما يحب كان روحه. نخاف لا تكثر عليه من كلمة ليه ويدور عليك. ما عنديش الحق ولا؟ نورا بنتي ماكش مليح ذاك كيفاش خلينا عايشين فيها الدار. اطلب اللطف، راهو لا وجه مقبل الخوف. بنتي الأيام راهي تجري، نخاف لا نموت ويدور عليك، ياكلك وعينك تغزر. ما هو كلي ونهب وغوص شي حب اخر. اش باش تخسر؟ خوذ منعم واللي في يده حجره يرميها. مامتي انا قلت كلمتي، مستحيل ناخذ واحد ما نحبوش. اسمع كلمه مامتك، عيش بنتي، خوذ منعم وفرك هالرومانه. رزقك يا نوره بنيتي الكل في دين عمك، مخلوق ما يخافش من ربي يدور عليك. ولدي وانا نعرفه ورحمة بوك الغالي عمك محمود، على خاطر مصلحته يحفظ على ولاده ويتعدى. لكن انا مش باش نطالبه في اللي كليه ونهب، يعطيني حقي ويبعد علي. يعملك ربي دليل ميتي. سارة هذه هي الحكاية؟ نسخة لها حكاية اكبر من هكا. انا مازلت حكاية اخرى بعد هذه. نجم نعرفها ولا تحب تخليها في المهموتة كالعادة؟ مازلت البنك. وانا شنو اللي باش نعمل في البنك؟ بيع بالشريك اللي وعدتك بيه. كهو؟ مازالت عندي مشكلة أخرى، مشكلة كبيرة برشا. عاد أنت ضربت الضربة اللي تحلم بها وما قعدت عندك حتى مشكلة. سعاد مرتي مادامها معايا مادام صالحي مهدد، نجم تكشف لي رواندي في أي وقت. عاملة روحها مرأة طيبة وتحب الخير.
تعرف ثم واحد أخطر من مرتك برشا. تقصد نورة؟ نورة أمورها وفات. ما نقصدش نورة، عم الشاهد اللي شاوش متاع الشركة. شبيه؟ قعدوا في الشركة أخطر كبير عليك، في بالك اللي يعرف أشرفه ويظهر لي رقب فيك. تخاف علي للدرجة هذه أسماء؟ خاف على روحي قبل، تعرف أنا شريكتك في كل شيء، تخرج كلمة هكا ولا هكا أنا اللي متضرر. أنا الجن الأزرق ما يمسنيش، أرقد وثمان. عمك شادي هذاك نهنيك عليه. شبيك وحدك؟ ما شكون تحبني نقعد؟ أمك نهار كله هي راقدة، ولادك كل فل لهي في نوارو، نورة بسقعد في دار خالتها جمعة، وانتي البراني على برا عندك أكثر من شهر ما قعدتش معانا على الطاولة. حضر لي بان حب نعمل حمام سخون، عندي أربع أيام وأنا ليل ونهار ونجري. وانت شبيك وليد داخل بالمفتح خارج بالمفتح؟ عايش مع سريقة مرتك راني خنسيتها. في بالي مرتي ما نسيتش. اي نعم سي لطفي، حاجتك بيا. غدوة الصباح تهز فرشك وفليجاتك وأول كار قاز جربة تركب فيها. لوا شنو هي مناسبة؟ تولي تخدم غاديكا وقفل جديد في الشانتي. وشكون طلب منكم هذا؟ والله مقتضيات العمل هي اللي تفرض هذا يا عم الشيخ. يا ولادي راهو عندي سبعة صغار وأمهم، وفيهم اللي باش يعرس هالمدة، فاش خلوا بعدوني عليهم؟ ماهيش مشكلتنا، تنجم تهزو معاك. تهزو معاك هكا في وسط العام، واللي يقرا يقرا واللي مريض مريض. اي ونكون ساكن في ملكي واللي ساكن ملكنا. انا يلزمني نقابل سي محمود. سي محمود هو اللي خدا القرار هذايا وجاب شاوش جديد في بقعتك واستغنى عن خدماتك، واني نقول لك حتى كان باش تمشي له ماهوش باش يسمعك. مالا شكون باش نشكان؟ علاش باش نقول لك انا عم شاد؟ شوف خدمه اخرى، راه مشي دور فركس الشريكة. راهو هذاك حد جاهد معاك، راهي عملت معاك الياسر مش شوية. أما الشريكة هذه اللي تحدث عليها يا سي لطفي، أنا نعرف الشريكة هذه، مديرها سي محمود ومولاتها نورة. وإذا سي محمود ما يسمعنيش، نمشي لنورة تسمعني. نعم نعم نورة. إي نعم. لكن قبل كل شيء، فهموني شنو الشيء اللي عملته باش تهبطوا على راسي يا مصيبة. بعد ما خرجت من البانو شعري منفخ مبلول. جبت لك زوز مناشف وبشكير. بربي قولي وين كنت غادي؟ نورة كلمتني بالتليفون من دار خالتها تسأل على بطاقة التعريف تاعها، ما لقاتهاش اليوم الصباح. علاه مستانسة تهز فيها هي بطاقة التعريف؟ مستانسة تحطها في خزانتها مع أوراقها، ما لقاتهاش. فهمت شو تمشي أنا بطاقة التعريف لازم ثم شكون هزها.
شنو؟ اش بيك شده صيف لك ايه؟ ما لاباس شنو؟ وانت اش بيك تفجعت؟ ما لاباس زايد معك الحديث زايد رد علي قضية قولي عايش بنيت اختي ان شاء الله خير حتى الوقتاش وانت باش تخلي عمك عامل فيك شاطح باطح وانت هكا تخزر بعويناتك تخزر وما تتكلمش الله يهديك يا امراه والله الله يهديك تقولي تو انت ريتو عامل فيها شاطح باطح كنت عايشه معاهم هو مثاله يتقال اللي خلط لبسيسه يلحس صوابعه الراجل عنده 17 سنه وهو يتصرف صوابعه الكل الحسه يا خالتي راهو عمي وفي مقام بابا وهو اللي ربيني كيفاش تو نجي نقول له هي تحاسبني وتفضل هاو باب قدام اخلاقي ما تسمحليش انا ما قلتش هكا نعرفك متربيه اما بنيتي هكا وصلت ل 20 سنه شد رزقك بيدك شد رزقي بيدي تو هذا كلام انا ديما نقول لك يلزمك راجل يحبيك وياسين ولدي ديما نلمحلك عليه اخي باش تلقى خير منه يا خالتي انا جيت هنا هربت من دارنا باش نراجع للباك نتاعي ياسين ولدي اللي يقول لك العقاله والرزانه والثقل والزين والنبي محمد تربحوا بنيتي كي تاخذوا تربحوا تحطوا على الجرح يا برا خسارتك يا مرا والله خسارتك تجيب تشد موضوع واحد احنا كنا نحكيوا على التوكيل نتاع عمها ولا نخطبوا فيها لولدك ياسين المواضيع الاثنين يهموها وهي صغيره وما تفهمش اتفضل عم شاد اتفضل عندك كل خير ها اشني احوالك احوالي ما هيش باهية يا اشرف وليدي جميع البيبان تسكرت في وجهي وما لقيت شكون نشكي احكي لي انا اللي قريب نغلق 60 سنه من عمري وعلى ابواب التقاعد يبعثوني نخدم بعيد على داري وصغاري اكثر من 500 كيلومتر محمود وجماعته ها لا خليت بواجبي لا عملت غلطه لا ارتكبت مخالفه في الخدمه ينقلوني من غير حتى سبب تصور جمعة كاملة كل يوم نمشي للبيرو نحب نقابله ويرفض مقابلتي واخر كلمة قالوها لي اذا ما تلتحقش بالشانتي في جربة في ظرف 24 ساعة اعتبر روحك مرفوض من العمل نهائيا هكا لا طاح الدزو خليني ساكت احسن انا ما تكلمتش وكلفوها لي غالية ايه انا شنو نجم نعمل لك يا عم شاد انا كيف ضاقت بيا الدنيا قلت نجيك تدخل لي عند نورة ولا تعمل لي معها موعد على خاطر عندي ما نحكي لها دولاب كبير يدور في الشركة وهي ما في بلهاش نورة فاتنا بكل شيء يا عم شاد على خاطر قلت قابلنا في المساحة وحكينا قالت لي فهم برشا ناس تمناولها الموت تعرف يا سي أشرف علاش حبوا يبعدوني ما؟ لا على خاطر نعرف برشا حاجات واكتشفوا اللي أنت ولد حومتي وجاري خافوا اللي نحكي لك على أسرار الشركة وأنت تحكيها النورة تصور اسم السكرتير من نهار اللي شافتني معك حرمت علي الدخول للبيرو نتاعها أي سي تصدقش اللي اسمها هالي عامله مطلب في سيارة تعمل 30 مليون وهي شاريتها 320 دينار وعندها عامين بركة من اللي بدها تخدم وبوها عام اليوم فسر لي هالشنشينة يرحم اللي جابك والله يا عم شاذي خايف نحكي الحكايات هذه كل كان نورة في الاخر تطلع مجرد إشاعة ولا دعاية يا أخوي سيبني أنا نحكيها خليني وجه اللي وجه معها وانت يقعد بعيد ألو أنا ايه تفضل شكون قلها ايه شكون اللي طلبها بيه نورا نورا سي اشرف طالبك نورا نحب نشوفك اكيد قالوا لي انت ضيفة عند خالتك ما ماتك ولا جاوبتك مالي طلبتك باش نشوف انا عندي 4 ايام هنا اش تحكي كان نسمع فيك لا لا الكلام ما يجيش بالتليفون استناك قدام بياع الورد اللي وقفنا عليه اخر مره باه تفهم علي تشاو تشاو باي باي باب لالا اوكا وفيت بعدي كنت في المستوى معك مليون تعتبر نفسك سحبت 10% من راس مال الشركة مقابل الخدمات الكبيرة اللي قدمتها لي انا عندي سي محمود بكله خير من نصف مال الشركة المليح يبدأ ايامات
تولي انت كل في كل. سي محمود، نجم نطلب منك طلب صغير؟ تفضل ليلى. انا يكفيني نولي مدام بن عثمان وما ادراك، وهكاك نتنازل لك على 10% من مال الشركه. حلوه هذه، يظهر فيك ما تعرفش معناها 10%. تعرف اللي تقدر ب 120 مليون تقريبا. نرضى ب 80,000 دينار برك، واعطيهم لي فلوس. هكاك نعمل بهم مشروع البابا اللي عاش عمره كله شاق علينا. هذا اش طالبه منك؟ لكن صحنا في كونتراتو وعملنا تعريف بالامضه ولا وثيقه رسميه راهو. ايه ما خسرنا شيء قطو. حاضر لله، لكن راك تخسر. ماني قلت لك عندي سي محمود بكله. نعطيك عينيا بشويه. باهي، اسمع وحيد، لي نحيك عليا. توا مدامنا خالصين، نقطع الكونترات ونعملتولك، وإن شاء الله ما تجيش وتقول لي زيدني. والكرهبة اللي عملنا فيها مرة شكون مشي خلص؟ بالطبيعة تخلصها انت ب 80,000 دينار. ثم واحد يقول لزوجة المستقبل كلام كيما هكا احلى من الكل. شنو هي؟ الكونترات وين؟ ساعة انا الخدمة اللي قدمتها لك ربحت فيها 1.5 مليار، تستخسر فيا هدية ب 27,000 دينار. اسمع، ما تلبش ماي الحمر كحلة. تكلم فينا سي محمود؟ بل نكلم في الحيط. انا البارح بنفسي حطيته في الباريس كونتراتو. جاي تعمل لي في تمثيليه وتقول لي اعطيني 80,000 دينار باش نعمل مشروع البابا بعد ما هزت الكونتراتو وتهنيت عليه. شوف انا الجن الازرق ما يلعبش معايا. فكر مليح، البارح الفاليز بيتها في الدار، تنجم تكون نورا هي اللي هزت الكونترات. لا، نورا ماهيش بيتها في الدار. ثانيا الفاليز حطيتها في الخزانه وسكرت عليها بالمفتاح، والمفتاح في جيبي. ثالثا اللي باش يهز حاجه اهم الكونترات متاعك. رابعا انا عاجنك وخابزك وفاهمك. معناتها تشك فيا؟ انا اللي نحفظ لك في اسرارك وتشك فيا؟ كاتشك كنت متوقعه منك اكثر من هك. كونترات وشيك ياسر عليك، تاكل الدنيا وتتسحر بالاخره. مش غريبه منك انت، درت على بنت خوك اللي تعيط لك بابا باش ما تدورش عليا انا. اما انا ناكد لك اللي انا ما هزيتش الكونترات، وناكد لك زاده اللي انا مش باش نسكت على حقي لو كان نمشي تحيه، وانا نوريك نساش تعمل. انت واللي تحب، حتى واحد من نجم يمس الشعره من راس محمود بن عثمان. شبيكم يا بشر؟ شبيكم؟ الدنيا الكل باش تاكلوها؟ ها؟ ما تغركش المظاهر يا نورة. قداش من واحد يظاهر بالطيب والأخلاق الحميدة هو شيطان لابس حوايج. أنا حاسس الكلام عم يشد صحيح. ادخل لعمك واحكي له على سمعته. تفضل ليلى. عمي انا جيت حبيت نحكي معك كلمتين وحد. اكيد خالتك هي لقنتك هي كلمتين اللي باش تقولهم لي. تفضل احكي.
انت اقرب لي من خالتي، وانا غلقت 20 سنة عندي شهرين تو، وعندي كامل الثقه فيك. لكن من ايام العمليه ظهرت لي برشا حاجات، وليت كل يوم نسمعك ليه. وين تحب توصل؟ نحبك تحاسبني، تعطيني حقي، تاخذ حقك. حتى انا نحب نفرك هالرومانة. تو انت وصلت سن الرشد ونجم تمارس حقوقك كامله، لكن انت مريضه وقعت لك نوبتين ودخلت المصحه، ماكش في كامل مداركك الصحيه والعقليه. ليه يا عم؟ انا لاباس عليا وفي كامل مداركي العقليه، والطبيب متاعي اكد لي انا ما عادش نتعرض لحتى مشاكل صحيه. يا نوري يا عشبتي، انا خايف عليك وتو باين لك صحه كلامي بالملموس. انا حسبتك ووقفت حسابي معاك في اخر كريز وقع لك في الخريف. انت حسبتني؟ تو باين لك كل شيء قدام عينيك. ثم رب في الدنيا. أنا من طبعي ما نحبش نتكلم إلا بالوثائق والأدلة. هاك تو شوف بعينك البراءة اللي سلمها لي خبير المحكمة. يا هي. أنا ما نذكر كان حاجة واحدة، وهي الحكم اللي خذيته من المحكمة اللي يثبت ملكية المقاولة الكلية أنا. لكن الأوراق الأخرين عمري ما ريتهم، ما في باليش بيهم. فضلك عايش بنتي، خليني نحترمك. من غير ما تقولي ما في باليش وما نعرفش. تصاحتك وبطاقة التعريف والشهود كلهم يكذبوك. وانا عمري ما كنت مهبوله باش نعمل حاجه كبيره كيما هكا وننساها فيسا. هاي الاوراق اوراق قانونيه، ما تنجمش تشك فيهم. يا عمي راني بنتك. بنتي وعزيز عليا، لكن اش تحبي نعمل؟ اش تحبني نعمل؟ 17 سنه وانا واقف على رزقك، وتجي في الاخر تخرجني هكاكا. انت هكا خرجني من تركه بابا بيجي على فراس. يا عمي راني بنتك، يا عمي بنتك. شوف هاي فيرمو من البنك، هذه فيها 800,000 دينار. هكاك نمشي نطيشهم 800,000 دينار هكاك. ها؟ ديك تركة بابا قدرت هالمحكمة بألف مليون، يعني بمليار. بخلف الفلوس المحطوطة باسمي في البنك. واللي يتكلم فيه بلغة المحاكم باهي باهي. يا ويلكم من ربي، يا ويلكم من ربي. صدوخ يا أسف، الدنيا كلها تقلب بي. ساعد روحك، صحتك أبجل من كل شيء. حقيتك ليه؟ حقي بكله تهب. الدنيا فيها قانون وفيها محاكم، وحقك عمره ما يضيع. عمي اللي نعيط له بابا، اوهمني اللي انا مريضه وفقد الذاكره، زاد شككني في روحي. احنا اش خاسرين؟ نوصلوا سرق حتى باب الدار، نمشيو للبنك ونشوف حكايه الصبيان اللي قال عليها. انت تشك فيا اللي انا مريضه وفقد الذاكره؟ هكا توا نوره. اخر لحظه ظهرت انانيه، تحب روحك برشا. كنت باش نربط مصيري بيك، لكن طبعا كنت خايب كشفك. وانا من اول مره قلبي يقول لي اللي انت تكذب عليا، اما توا زدت كشفتك اكثر. لولا كنت مع بنت خوك وتوا معايا. بنت خويا مريضه، مريضه ومهبوله، واذا كانت تحب تعمل حاجه تفضل تكلم، حتى واحد ما يصدقك.
إذا كان صدقوك تدخل أنت قبلي الحبس، وننصحك إذا كانت تتكلم أي كلمة في الشركة تبات ما تصبح. وبالنسبة لكونتراتو اللي سرقته نفخ واشرب ماء، فهمتني؟ على خاطر عندي وسائل خاصة باش يولي حتى شيء. ولذا فاخدم واسكت. سي محمود، سي محمود حضرنا البلاكة الجديدة، ان شاء الله عجبتك سي محمود. طيب شكرا على الخير. الله يبارك سي محمود. ورغم هذا الكل انا اول مره نجي البنك بعد تقريبا 4 سنين. تحب تقول بعد 4 اسابيع؟ انا متاكد اللي انت زرتنا مرتين هوني من الخريف اللي تعدى، وانا اللوم عليك اللي كل مره تجي لهوني عمرك ما تفضلت وزرتني هوني في مكتبي. ليه؟ انا ما جيتش هنا عندي 4 سنين، كنت مره واحده جيت فيها انا وعمي باش حليت كونت باسمي وصححت الفيشه. سيد المدير، انا متاكد اللي سي محمود جا البنك ومعه بنت خوه. نهارتها نخدم على الاورديناتور وزميلي كريم هو اللي على الكاسه. ورحمه بابا الغالي اللي جيت هنا يا اخي، باش تشكوني في روحي ولا شنو؟ جبت نهار 14 اكتوبر وجبدت 800000 دينار جمله واحده. انا والله يلا نور اش نقول لك، انا كيف سمعت اللي انت جبت مبلغ كبير في نهار واحد الحقيقه خديت في خاطري، وكيف فهمت اللي المبلغ صبيته في المقاوله نتاعك في بنكتها ببحر وليت رجعت. يا سيد المدير، نوره ما جاتش وما جبت حتى فرنك جمله واحده. عجب. اش بيني وليت ندخل الدار ما نلقى كان الجينيا والمشاكل. سلام، في بالكش بلي ساره؟ شنو اللي صار؟ شكون اللي مات؟ ضميرك مات. نعم لله. نورا بنت خوك مشات للبنك ولقات 100 ملايين ذابوا. نورا جبدت فلوس وعطاتهم لسي اشرف باش يحل بيهم مشروع. جدت عليك ولا فاقوا بيك؟ احنا اللي فتنا بيك. في بالك ملي عندك عمين وانت تجري تحب تخرج نورا من تركه بوها. نورا بعت لي كل شيء بمحض ارادتها، صبتهم الكل في البنك. قول هي مريضه وتتعاطف المسكنات، عندها عامين ونصف، واذا كان بعت لي ونسيت انا ما ننساش. يا راجل ما تخافش حتى من اللي خلقك، ما تخافش من العاقبه، ما تخافش من دعاء طفله يتيمه. انت ماكش اهل باش تكون زوجة راجل محترم كيفي انا. انت حليت عينيك في الفقر والميزيريا، تحب تكمل عمرك كل منتفه. اخرج علي من داري. تخرجني انا والدخل اسمع يظهر لك. اسمع. شكوني اسمع؟ اسمع للشركه الكل تحكي بيك وبيها، وعم الشادلي اللي طردتوه كشف لكم رواناتكم الكل. اللي راس ماله 1.5 مليار يا اخو خير من اسمع. انا زادة ما يشرفنيش باش نعيش مع راجل كيفك. اولو شيكات بدون رصيد، وعقابه تدليس، واخرته في الحبس. انا بليس الازرق ما يمسنيش، ما يلعبش معايا. هذاك البليس الازرق، اما انا نوقفك عن تحدك بالكونتراتو اللي كاتبه الاسماء. كونتراتو عندك؟ توا بركه كنت عندها. قلت لها حاجتين، تبعد على محمود وتكشف الحقائق الكل. ما كانش انا قادره باش نحطك 5 سنين في الحبس، وعندي علاش. اعطيني الكونتراتو خير. عند امك. قلت لك اعطيني الكونتراتو خير، بليس ما يلعبش معايا. قلبك تخلي نورا وحدها وتجي؟ وانت عندك قلب واحساس وكرامه مازال تنطق باسمها اللي ظالم بعد اللي عملته فيها الكل؟ زايد الكلام معك، طول عمرك تكرهني يا امي. ماكش ولدي، كلمه يامي ما عادش تقولها، حيه ولا ميته. اكتب لها الفيلا اذا كان حرقك عليها الحليب. حسيبي يلا. وين من
تجيلك في حوايج اخرين تلبسها. عرفش كيفاش باش نقول لك، غرتني الفلوس وهزني الطمع، وهو زين لي غلطتي بكلامه الحلو، كذب عليا برشا، وعدني برشا حاجات، معرفش كيفاش، في الاخر اكتشفته، نلقى روحي باش نعدي حياتي كلها تحت رحمته. على ذاك نجيك باش نحكي لك كل شيء. اعترافك ودموعك ما ينفعونيش توا. انا ما جيتش باش نتدمع لك ونحكي لك. انا مستعده نحكي الكلام هذا قدام وكيل الجمهوريه. الاعتراف وحده ما يكفيش. على خاطر محمود عنده حجج وثائق يصعب التشكيك فيه. حتى انا ما عنديش كلام برك. عندي زود حجج وادله تهزوا للحبس. تفكر نهار 14 اكتوبر، نهار هذاك جبدت فيه فلوس 800,000 دينار، جبدت باسمك وبطاقة تعريفك وبتصحاحتك، اما انت كنت موجودة هنا في الكلينيك. صحيح انا نهار 13-14 كنت هنا، وسجل الكلينيك يشهد بهذا. دليل الثاني ملف هذا فيه الاوراق الكل بالعمال اللي عملها محمود العميل هذا، وفيهم نوع متاع الشيكات اللي جبت بها الفلوس من الكونت متاع المقاولة لحسابه هو. والدليل الثالث الكونترات اللي تنزلك فيه على 10% من راس مال الشركة مقابل الخدمات اللي قمت بها. فما دليل آخر، الشيك هذا فيه 80,000 دينار بنصيفة يعطيني الفلوس هذه الكل، كان ما انا مشاركتوش في كل شيء. سامحني يا سي محمود. ما اسماء موجوده؟ اسماء قالت لي اللي باش تمشي النوره تطل عليها في المصحه. شنو؟ احلى من كل، احلى من كل. قول لي المريضه اللي كانت تولي فين مشات؟ روحوا بيها. شنو؟ فين؟ بعدها بلاي اسمها أسمع، سمعتها تتكلم في التليفون تحب تاخذ وعد مع السيد وكيل الجمهورية، يظهر عندها قضية تحب تعترف له بتفاصيلها. كيفاش؟ مسكينة البنية المريضة تحمل القلب، قالوا عمها كلالها رزقها، الدنيا قل خيرها الله يسامحه. الجن الأزرق.